برشا كوبور فهم سابوتاج حرام حرام عليه. عندي حب خاطر نتاع اما نحب سمرة والنور دوزو خويا لهنا في الراب التونسي ملي تخرب الراب التونسي دخلت معاها تونس نحبك برشا سون سافا با ولا هو ماهوش صوته نتاع كارتاج ولا مانيش عارفه الريجي تكنيك كارتاج ورقه خسفرة تينو حمرا حمرا لازم يبدلوا. I really loved the concert. It was very pretty. اول مره مسكين يعبي كيما هكا وتخرج له هكا مسكين. انا نعرفه في التلفزه طياره معني تو شفت صدمت الحقيقه فنجان كيما هكا معناتها في باله ساي عنده 10000 قدامه شيخ معاهم لكن هما مسالش غناوا هما هكا هما غناش اليوم نصور لنا بقعه تبدا ملمومه تكون خير صوته يظهر فيه something I liked it it's so lively I love it. اي والله ما احلاها الحفله بلعة خلتني نجي لهنا عرفوش من بيت معني مستور وسعيب تراني بابا مزوز اكسر لهم بخاطرهم نسكن في ألمانيا وبرجولية ما عندناش كيما هكا هاي فما برشا مشاكل تقنية نجيت على كردو ولا كورتاج واحد يفرح اللي هو تونسي كمل تنس مع في الكهرباء ما قلقنيش كل سنين نجي لتونس نجي نتفرج في نوردو اي ني با في بور كارتاج نحبك برشا و تي لي ميور و كونتينيو كوم سا تفتق صدقني حاجه عالميه هو عمل مجهود وعمل الصوت ما فهميش والله يعطيه الصح نوردو اسمع معلم نوردو جاي ايش به لي راهو ولا انا نشبالو بيان سير انا فان كبيره الحقيقه ما عجبتنيش شنو اللي ما عجبك كارتاج نوردو صوته ضعيف برشا لا مش نمبر 1 نمبر 1 بالتي نمبر 2 نوردو كل شيء عجبني في السهرة الحق يعطيه الصحة وعمل مجهود أما على الغالب راهو كارتاج ني با في بور تو الموند وكهاو افترضوا سيدي حطوها صاريته ب 200 ألف جنيه نخمم سيام مشى الحب في لحظة نخمم نحب نوردو بوكو بليس نحب نوردو بوكو بليس خرجنا قبل السهرية احنا ديجا ومش احنا بركة برشا ناس خرجوا نشجعوه برشا خاطر حسوا هكا ولد الشعب ومحلية فهمت This stage is amazing. We love the place. Yeah. انا نحبو نتفرج فيه في التلفزه مي لايف كيف ما قال المسيو وي لاف نوردو شو نقولو فوق عليك من كارتاج الحقيقه ما نسمع الاغنيه نتاعو اما الصوت لا علاقه مزينه الاخر جست شويه مشكله نتاع صوت من الاول قبل هو ما يطلع الكارتاج ويغني نورمال ما يجرب ويجرب برشا حاجات سهريه نو برافو بور لينيرجي برافو بور scénographie bravo pour la musique vraiment haja vraiment c'est bien c'est très bien tahit nourdou ou kamal haka khater ghnitek bahia tahit nourdou ديما متالق كي عاد مصلي على النبي والله ربي ما عادش تعاود انا نضمن لك اني عاودها غدوه يجوا اكثر منك جست الصوت شويه من الاول ومن بعد في الاخر حسنا بالقدا نتبع في نوردو ونستنى في سهريته بالذمه باش عيطت جماعتي الكل وجينا نتفرجوا فيه احلى سهريه على زيد صلي على النبي صاحبي ان شاء الله ربي يوفقه صلي على النبي عليه يستاهل كل خير ولا هك تسمع في صوتي لي محلية على الاخر وولد حومتنا ونحبوه وان شاء الله ديما القديم يا ربي بالطبيعه كي نشجعوش وليد بليد شكون نشجعو نوردو نوردو برشا قلبي يوقف تفتق عملنا برشا جو نوردو نحبوك برشا والله نحبوك تبارك الله معبي كومبلي الناس كل فرحانه لو كان ما استدعاش الزملاء باش يغنيوا معاه كانت تكون الحفله انجح حرام عليهم ولا حرام عايش خويا بس انا يعطيك صح والله العظيم نجيو والله ما يغلى حد شيء على نردو والعرض الفني خاصه في مهرجان كارتاج وقيمته الفنيه يلزم لابد من مخرج اقنع نردو كان جا وحده نردو طاقه صوتيه حضور فني تحرك ياسر على المسرح تبارك الله عليه اليوم في سهريه والله سهريه باهيه برشا متنوعه وشيخنا على الاخر احنا والصغيرات اليوم شنو اللي ما عجبكش في سهريتنا؟ برشا كوبور فهم برشا عبان قولوا الصون فما برشا مشاكل تقنيه وهو كفنان اقنع هو عمل مجهود وعمل جو وهذاك اللي نجم عليه شنو السبب اللي خليك تخرج قبل ما تشوف السهريه؟ معايا صغيرات مش على اللوبوتياج وكل شنو تقول نردو تو بعد سهرة يكمل هكاكا وان شاء الله ديما من حسن لاحسن شنو رايك اليوم في سهرة نردو؟ تحفونا ياسر انا نسكن في المانيا وبرجولية ما عندناش كيما هكا
شنو اللي ما عندكش ماك نوردو ولا مهرجان كارتاج؟ لا كيما تو البقعه كيما كارتاج وكل شيء يعني الجو والواحد. جيت على نوردو ولا جيت على كارتاج؟ انا جيت على كوردو ولا كارتاج. شنو اللي يعجبك في السهريه هذه نتاع نوردو؟ والله في السهرية شنو اللي يعجبني معناها كيما نقولوا معناها الناس كيفاش معناها مع بعضنا قاعدين والجو وكل شيء فهمت كيفاش. انت من المتابعين نتاع نوردو؟ اي. شنو اكثر غنية تحبها عن نتاع الام نتاع امي هذيك اللي غناها من كبيكه الام هذيك مش نورمال والله مش نورمال. شنو تقول نوردو بعد السهرية هذه؟ يرحم والديه والله بالحق والله بالحق برجوليه كيما نقولوا واحد يفرح اللي هو تونسي. اليوم من سهرية نوردو أيه. انت تفرح اللي انت تونسي؟ ايه نوردو نوردو ايوه نقولوا نوردو الناس الكل تتبعوا باش يفرحوا اليوم تونسي. ايوه ايوه. قداش عندك في الغربة؟ انا خرجت عمري عامين ونص وباش نعمل توا في اوت 22 اوت نعمل 39. شو رايك في تونس اليوم بعد الثورة وما جاي بعد الثورة؟ والله شو نقول لك ان شاء الله ان شاء الله تتنظف ان شاء الله العباد الكل معناها نعيشوا ترونكيل معناها كيما نقولوا. شنو رايك اليوم في سهرية نوردو؟ نوردو سي لو ميير وحده وكاهو. انا نوردو نحبه برشا كل سنين نجي لتونس نجي نتفرج في نوردو وباش نمشي له البنزرت زادا. كل عام تجي فيه تجي نوردو؟ نمشي تونس وبنزرت نوردو. نوردو عنده 3 سنين ملي طلع ولا عامين؟ نحبوا برشا ملي طلع انا نتفرج في الفيلم اللي يعملهم ونحبوا برشا نوردو. شنو تقول نوردو اليوم بعد سهرية؟ نحبك برشا وتلي ميير وكونتينيو كوم سا اي فوالا. انت منين؟ انا من تولون من فرنسا. جيت بالذمه ولا جيت فاكونس؟ جيت فاكونس. اما كل مره وقت نجي فاكونس نجي نتفرج في نوردو. نحبوا برشا نوردو. نحبوا برشا نحبوا اون بيوس مزيان نوردو. مزيان امك وبوك بحذينا ما يسالش يعرف ديما نقول له مزيان نوردو. وشنو اكثر حاجه تحبها في نوردو؟ جيم بيان سون كاريزم اي جيم بيان البحه اللي عنده هذيك ازن حاجه اللي دون لو شون نتاعو هذيك اللي تعطيه كومون دير يعني البحه نتاعو هذيك المزيانه في الغناء نتاعو. تو نولي مبحاحة تولي تحبوني انا. نوردو وحده وكاو. ميرسي بوكو. ميرسي عايشك. الحمد لله. حسك خارج سعيد. سعيد على الاخر. شنو سر السعادة؟ نوردو. نوردو معناها نسميه سفير السعادة؟ ما نعرفش. أنت خارج فرحان. أنا فرحان، أنا عم بون كيف. نقول لك زاد. نعطيوها لقب، نعطيوها لقب سفير السعادة. علاش لا؟ تحفون تحفون بيه. شنو التحفون فيه؟ كل شيء. شو غناء. لحظه هي قالت كل شيء وانت تقص غناء غناء شنو هذا غيره ولا شنو؟ شنو اللي تحفون فيه؟ كيفاش كل شيء كل شيء غناء هو كاريزم هو كيفاش عامل الجمهور كل شيء فيه باهي. اهلا وسهلا اخويا اي مرحبا. صاحبك من قبيله وهو ينبر شبيه والله هو اصلا كاسوسيو اسمع يعمل فيهم الكل عسيل. مرحبا بكم اخويا. خلينا ندوروا للكاسوسيو نصوروه ونرجعوا باهي نرجعوا. ايش رايك في سهرية نوردو؟ والله يعطيه الصح نوردو اسمع معلم نوردو جا يشبه لي راهو ولا انا نشبه له هو يشبه لي ولا انا نشبه له يعني. هو ارتيست معناه انت تشبه وينجم هو يشبه لك علاش لا نشبه لبعضنا هاي نشبه لبعضنا نشبه لبعضنا ليه معلم فنان نوردو برجوليه فنان خويا. اليوم رغم المشكله التقنيه في الصون ولا ماشي مشكله هي ما قلقتش ريت اللي طون اللي نوردو موجود يصير تيران ولا نوردو معلم راهو برجوليه عنده 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 وقفته عنده اموره وعنده دنيته هو وصاحبي هذا اللي لابس كاسكيت والله. عز غنية عند نوردو لا لا مش لوحش كلامي لا لا مش لوحش عربوش يا اخي اعطيني منها شويه برجع ما دمتش باه يا اخوي اسمعني تو هكا تو يا برك هيا شو حسيت شفت تي اسمعني نغنيو الاولاد غنيو عربوش ومبيت معني مستور وسايب تراني كارتوش I give the money اي اي او اسمعني اسمعني يدي يدي عم يضحك راه محلى عايز هيك عايز خويا انت احلى والله حتى صاحبك محلى دوروا له اللي قاعد ينبر عليك عندك واو واو عسل مرحبا عسل ما جاي من فرنسا جاي سمعت اللي قال لي صاحبك اللي انت جيت من فرنسا بالذمه لساريت لا انا صاحبك يكذب كذب كبير هذاك انت قلت صدقني هو صاحبي صحيح اما كذب كبير. قل لي. نحبوا بعضنا واصحاب من الصغرى ولاد حومه وكذا. اما هو كذاب مريض الله غالب. شنو رايك اليوم في سهرية نوردو؟ تفتق.
صدقني حاجه عالميه. انا نحب الراب التونسي وفرحان برشا اني الراب التونسي بدا ينافس معناتها في الراب انترناسيونال اي سيرتو الامريكان فريمون معناتها حتى لي ستار امريكان كيسمعوا الراب التونسي فريمون سي ايتونون. انا فرحان برشا. نتصور لو كان ما كانش نوردو وكانت سهريه نتاع رابور اخر تونسي، انا نعرفهم شكون الرابور اللي كنت تتمناه فوق كارتاج؟ ما نتمنى حد خاطر نعرفهم الكل، نحبهم الكل، نحب ما تتمنى حد معناها تتمنى كان نوردو. لا نحب السنفرا، نحب الاي، نحب قلنا لو كان ما كانش نوردو، لو كان ما كانش نوردو شكون يكون ابار نوردو تحضر؟ نحضرهم الكل، نحب الراب التونسي بصفه عامه. شنو تقول نوردو تو؟ نقول له بون كوراج، واصله كيكا، وان شاء الله من حسن الى احسن. نحبه برشا. ميرسي. يعيشك، ميرسي توما. اسمعني، اما ذاك راهو كذب كبير. صحيح تعديت. ايش اللي يصور من قبيله ويضحك عليهم؟ ايش؟ ايش دور دور يعني؟ انت من قبيله تلحم فيه. انت من قبيله تلحم فيه. انا لحمت. يا اخوي هاي. انت من قبيله شيخ على اصحابك الزوز وعمل عليهم جو. كلامه صحيح صاحبه كذاب. ليه من عرس هكاك؟ انت ظهر طيب ولا قول لي اختانا خلينا نهربوا غير منها. يا اخويا ايش رايك في سهريه نوردو؟ ما زلت ما دخلتش انت تو دابا جيت. مالاش تعمل هنا؟ ما زلت جاي تو، جاي من الحمامات، ما زلت كي وصلت تو. سهريه وفيتك بلعة خلتني نجي لهنا. البلعة حكم. البلعة حكم تو نوردو. خرجنا من البحر عندنا ريزرفازيون هنا، انا جيت لهنا. كمل فعلا في نوردو ولا شكون خويا لهنا في الراب التونسي؟ ملي دخل الراب التونسي دخلت معاها تونس، كلام زيد ودرجناه كذا، لكن ثم كعبيت باهيين. كيما كيما يا خويا غالي اسمع. ما لقيت به؟ لا مش ما لقيتهاش، اما شفتها لهنا في تونس. ملي دخل الراب تبدلت البلاد 180 درجه. نحيو الراب؟ مش كاستيون الراب، الجيل كله تبدل. هي معناها اليوم انت صارف 40 دينار وجيد ما تفرجش لي شيء. يا ودي مازلت ما دخلتش انا تو، جاي مش ندخل انا نسمع فيها تو. هاك ايه كمل اسم روح كمل تو نسمع في الكهرباء. ما قلقنيش. شنو احوالك؟ الحمد لله صافا عايشة. خارجة سعيدة؟ اي والله محلاها الحفلة. عجبتك اليوم صح؟ على الاخر اي تفرهدنا من المشكلة التقنية نتاع الصون. عادي صار ريف صارت قبل مع مرتضى وعادي. اليوم معناها سهرية نوردو باش تقيمها؟ محلاها سهرية بالنجاح؟ بيان سور، النوردو عنده جماهيره في تونس. انت من جماهير نوردو؟ بيان سور، انا فان كبيرة بالنوردو، عنده عربوش، عنده يدنيا، عنده لماما، نحبوه الناس الكل. نوردو شو اكثر حاجة تعجبك في نوردو؟ فنه وتمثيله شنو؟ صوته محلاه، غنيته محلاهم، كل شيء صراحة. النوردو برافو. لو كان ما كانش حفل ياسر ناجح اليوم قرطاج معبي، معناها هذا يدل على نجاحه. لو كان ما كانش نوردو اليوم شكون كنت تتمنى من فنانين توي؟ بالتي بار اكزومبل. شكون بار باي ذا واي؟ انا جيت من سوسة، انا فان بيه وجيت من سوسة، توا مروحة لسوسة، معناها جيت من سوسة على خاطر النوردو. سوسة عندكم برشا رابورين. نوردو حاجة أخرى. نمبر وان؟ إيه. قولوا نمبر وان تاع تونس في الفرق؟ لا مش نمبر وان، نمبر وان بالتي، نمبر تو نوردو. معناها نقولوا بعد 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 بالتي؟ إيه. نوردو أيوة. كلمة نوردو في الكاميرا بعد سهرية. حبوك برشا يا نوردو وكيب جوينغ وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا ربي. الحقيقة ما عجبتنيش. شنو اللي ما عجبتنيش؟ تاع كارتاج نوردو، صوته ضعيف برشا، صاروا برشا قصان وبرشا سوء تنظيم وبرشا فازات. والله خرجنا قبل السهريه احنا ديجا، ومش احنا بركه برشا ناس خرجوا. ما اقنعش نور؟ ما اقنعش والله. انا نعرفه في التلفزه طياره معني، تو شفت صدمت الحقيقه. ولا بالحق كانت لك شوك اليوم؟ ولا كانت لي شوك. ما نجموش نقولوا لي بروبليم نتاع سون؟ ما نعرفش بروبليم نتاع سون. ليه جا قالوا لي اصحابي راه صوته ضعيف في اللايف معناها، فهمت؟ وتقص برشا مرات هو ديجا قال معناها، بس صارت برشا تراك، فهمت؟ شنو تقول له نور؟ شو نقول له؟ نقول له فوق عليك من كارتاج الحقيقة، مش تاع كارتاج، نتاع ممكن دي بوات دنوي كذا كارتاج. ليه؟ والله بالحق نحكي معاك معناها. قول رايك. كريمو حتى الأولاد معناها ما تفرهدوش كوم يلفو، فهمت؟ برشا قصان صار والله بالحق، حتى مرتي ديجا
مدام شنو رايك؟ انا نحبه نتفرج فيه في التلفزه، مي لايف كيف ما قال المسيو. شفت حاجه اخرى؟ بون بالنسبه للصوت نتاعو ماهوش بتاع بقعه بلانير هكايا، وبقعه نصور لنا بقعه تبدا ملمومه تكون خير، صوته يظهر فيه خير اكثر. حاسين وصلنا في صبر رباعي، في صبر رباعي نعوضوها. صبر الله. عايشك، ميرسي بوكو. I really loved the concert. It was very pretty. We didn't know Nordo before, but it was very fun. Yeah. It's amazing. This stage is amazing. We love the place. Yeah. Everything was perfect. Cheer. We love Nordo. Yes. Love the orchestra. It was great. Thank you. كل شيء. كل شيء عجبني في السهرة. هو كل شيء، أغنية، طريق السيلو، طريق السيلو كيف كيفاش يغني. انت تحب نوردو؟ مش برشا ما يعجبني. لو كان ما كانش نوردو فوق مسرح كارتاج، شكون كنت تتمنى من رابوريت؟ سمارة. نورمالمون سمارة زاد يكون فوق كارتاج. نورمالمون سمارة زاد يكون في كارتاج. سمارة وعليه برشا برشا رابوريت. من علاش جيت اليوم الكارتاج؟ جابني ولد خالي. معناها جابوك بالسيف؟ ليه ما قلت لك جابني بالسيف، معناها قال لي اي معايا سهريه نتاع نوردو، قلت له نورمال نمشي معاك. كيفان بسمارة؟ اي سمارة خويا. قول كلمة لسمارة. شو نقول له؟ راه نقول له شو نقول له؟ اخدم على روحك واغنيك راه ياسر مزيان. احرك باش تطلع الكرتاج. احرك باش تطلع الكرتاج خويا. عجبتك اليوم السهرية؟ اه. شنو تقول نوردو في كلمتين؟ ربي يخليك لنا وتبع واصل تو توصل اعلى ما هاك. شنو تقول له نوردو اليوم بعد السهرة؟ نحبك برشا. برشا؟ برشا برشا. هو يسمع فيك تو، نفترضوا اللي انت بقابلته تو، شنو تقول له؟ نحبك ونموت عليك. لو كان يعاود نوردو، يعاود سهرية أخرى في كرتاج، تعاود تجي؟ بيان سور. بيان سور. حاجة عادية. باهي، نفترضوا سيدي حطوه سهريته ب 200 ألف تجي. نخمم. سيدي مشى الحب في لحظة. نخمم. نفترض اليوم ماهوش نوردو فوق مسرح كارتاج، شكون كنت تتمنى في بلاصه؟ سمارة وكا سمارة كاولا ولا كازو. قول كلمه مالها سمارة. حتى هو نحب اكثر من نوردو. ثبت عاد، تحب نوردو ولا تحب سمارة؟ نحب سمارة اكثر. مش كنت تحب نحبهم الزوز؟ ليه عاد الحب القلب يهز واحد. ايه مش حب متاع حب متاع عندي حب خاطر متاع أما نحب سمارة ونوردو زوز وكازو زيدا. تو باش نختار أنا، يا نوردو يا سمارة. ليه ما تخيرنيش؟ اختار ما بين. نكسر لهم بخاطرهم. I'm from India. Je parle pas arabe. I'm from India. I'm from India. Something I liked it. It's so lively. I love it. Thank you. Thank you. باهية. سوبر. تعدت سافا. احنا بكري جوست خاطر ما عادش بكري على ولدي، راه سينو راني كملت قعدت. يعني اليوم كيفاش تقيمها سهرة نور؟ روعة متوسطة ولا هكاك؟ الحقيقة عمل مجهود وغنى بالقدا الحقيقة. يعني أقنعك أنت اليوم؟ إيه. يعني الفنانين التوانسة تنجم تعمل حاجة فوق مسرح كارتاج. سيغ أكيد، جوست ما عنديش لي موان سي تو. نفترضوا اليوم لو كان ما كانش نوردو فوق في مسرح كارتاج، شكون كان ينجم يكون من الفنانين التوانسة؟ تونيزيان معناها. درجة ناقصين باش تخمم برشا. الحقيقة تحكي عليك غابور أنت ولا على الفنانين الكل؟ خلينا ميساج، خلينا في ستيل نتاع نوردو. معناتها لي غابور. مثلا وي كان عمل ديو هو ونوردو فرد ليلة كانت تخرج سهرة ياسر مزيانة. نحب سانفارا. نحب نوردو بوكو بليس. نحب نوردو بوكو بليس. اي ما اليوم اسالنا شكون لو كانت تخير ما كانش نوردو قلت سانفارا. اي خاطر هو معروف. عجبتك سهرة؟ اي محلاها. كيفاش تقيمها سهرة؟ تخي تخي بيان. باش نسالك انا، نقول قدام الكاميرا شنو تقول نوردو بعد سهرة؟ يعطيه الصحة وبون كونتينياسيون. وانت؟ وي برافو. والله برافو. لو كان يعاود نوردو، لو كان يعاود نوردو يرجع الكارتاج تعاود؟ بيان سور. تيكي ب 100 دينار. بابا برجولية جو سوي ديسو سون سا با با، ولا هو ماهوش صوته نتاع كارتاج ولا مانيش عارفه. احنا قاعدين الفوق اكوتي ما سمعنا حتى شيء. قص برشا مرات ما فهمناش، وليت بلاي باك ولا مانيش فاهمين، اما برجوليا انا جو سوي ديسو. معناها انت اليوم تقول نوردو ماهوش نتاع كارتاج، اي ني با في بور كارتاج.
نسمعوا في الكهرباء في الكهرباء الكهرباء في لي سواري بريفي بوتيت خما كارتاج نو هو عمل مجهود اغلى الصوت ما فماش لكن سامحني انا تو معناه نبهت بعد كلامك هذا نسمع الجمهور لهذه لحظه جمهور ما على بالوش راهو جمهور حتى جابوا لنا دي جي دخل هو وجابوا يشطحوا قعدوا يشطحوا جمهور وعاملين جو جمهور جاي باش يعمل جو صوت بي صوت مش خايب صوت خايب جاي دي جي جابوا له واحد الجيريان ما جمهور ما يهموش الجمهور يشطحوا كهو انت كيفاش تقيمها صارت اليوم برجولي ما عجبتنيش بالحق ديسو انا بالحق ما كنتش تتوقع نردو باش يعملها قلت لك انا ديسو انت تقول لي ما نعرفش ما نعرفش يا بروبليم نتاع صون يا من صوته هو مانيش عارفه الميكرو قص برشا مرات قص برشا مرات وبدلوا له الميكرو برشا مرات وكل فما بلاي باك من بعد وليت و لا بعد سهري هذه لو كان ما كانش نردو فوق مسرح كارتاج شكون كنت تتمنى يكون في مسرح كارتاج في الستيل نتاعو بلتي امان بلتي كلمه نردو وكلمه البلتي كلمة نردو بعد ساري بالحق يعطيه الصحة وعمل مجهود أما على الغالب راهو كارتاج ني با في بور تو الموند وكهو باهي توا كلمة البلتي إن شاء الله نشوفوه في كارتاج بلتي أنا جو مو دوموند علاش ما جاش الكارتاج عم ناول في كارتاج بلتي أنا جو لي غاتي مي لا أما بلتي إن شاء الله عام الجاي نشوفوه في كارتاج ونجي ما عجبتنيش أنا الحق ما عجبتكش أنا جيت أنا نحب نردو نسمعو أسمعني أنا نحب نردو نسمعو نسمع الأغنية نتاعو أما الصوت لا علاقة هذاك علاش فهمت يعني اليوم على المباشر نجح نردو ولا لا؟ نجح كان هو معناها يعمل في مجهود كان قاعد هو يعمل في مجهود باش يوصل معناها الصوت وكل شيء خاطر إحنا الفوق قاعدين ما سمعنا حتى شيء راه بالحق ما سمعنا حتى شيء يعني ما عجبكش السهرية نقولوا قداش تقيمها على 10 6 على 10 شعتيته على الاقل فوق المعاد اي مثال شعتيته فوق المعاد قول كلمه نردو بعد ساري نردو انا نحب نسمع الاغنيه نتاعو وكل شيء ويعجبني اغنيه وكل شيء نورمالمون قبل هو ما يطلع الكارتاج ويغني نورمالمون يجرب برشا حاجات انا ما تصورتوش باش يعمل هكا انا الغنيه نتاعو يعجبني وقلت له كل شيء مي ماهوش نتاع كارتاج نردو ماهوش نتاع كارتاج شكون كنت تتمنى ابار نردو يكون في مسرح كارتاج بلتي كلمه البلتي بلتي صوته قوي فهمت ويشرف كارتاج ان شاء الله نشوفه في كارتاج مزينه الاخر جست شويه مشكلة نتاع صوت من الاول شكون صوت هو ولا صوت الميكرو مش قاعد يخدم دونك اون بلوس طلع غوتر شويه والصوت هكا الميكرو بليتو مش الصوت هو مي سافا محليها لو كان ما كانش نردو في فوق السين اليوم شكون كنت تتمنى يكون شكون ابار توينسا ولا تحكي اون جينيرال توينسا وفي السيل نتاع نردو توينسا نصور بلتي انت شكون تحب مش تصور اي بلتي باغمي العباد اللي يعجبوني كلمه نقول له كوراج وزيد قدم ومحليها سهريه وان شاء الله ديما القدام الحقيقه نشجعوه برشا خاطر حسوا هكا ولد الشعب ومحليها فهمت دونك نشجعوه هكا في الجمهور ميم حتى فما من الاول حاجه صار وكل شيء مي الجمهور قاعد مساندو ويقف معاه لاخر لحظه فهمت محليها ما تسمع فيه سابوتاج حرام عليه كارتاج جي في نوردو اول مره مسكين يعبي كيما هكا وتخرج له هكا مسكين هو ما في بالوش تو من بعد باش يمشي يدخل خاطر تو طالع بالايموسيون تو هو شيخ تو خايبنا سمعنا شيخنا معاه تو يدخل الداخل وتو يخلطوا له لي ميساج يخلطوا له لي تويت والديجيتال تهنا اليوم ماهيش تتنحكي سابوتاجات والله حرام معناتها انجان كيما هكا معناتها في باله سي عنده 10000 قدامه شيخ معاهم لكن هما مسالج غناو هما هكا هما غناش اليوم ولا وحدهم يغنيو انت اليوم شيخ انا شيخ الحمد لله اخويا الحمد لله انا دروتور ما نعيش في تونس اما رجعت لتونس وذا معناتها الوحش كلاني عرفت ريت الوحش كلاني تجري في عروقي تو شنو تقول له نردو بعد السهريه نو برافو بور لينيرجي برافو بور سينوغرافي برافو بور لا ميوزيك لو جروب دو دانس برافو على كل شيء نو خدم خدمه باهيه معناتها يعطيه الصحه مي الله غالب الريجي تكنيك كارتاج ورقه صفراء تينو حمراء لازم يبدلوا ليكيب ولا يبدلوا الماتريال ولا ما عرف شنو حرام عليهم ولا حرام
عايش خويا والله نقول له يعطيك الصحه وواسع فريمون حاجه فريمون سي بيان سي تري بيان عجبتني اي فريمون شنو تحب تقول نوردو نحبك برشا و فوالا و كونتينيو هكا خاطر لي ميوزيك فريمون باهين وي قلت تبع نوردو وي انا نسكن في فرنسا نحكي بالفرنسي ما نسكن في سيرش فازي ما نسكنش في تونس اي بورتون حتى في فرنسا نتابع فيه محليها انت تحبو اي شنو تقول نوردو صحيت نوردو وكمل هكا خاطر غنيتك باهيه انت تحبو برشا اي تحب تقابلو اي اي ميرسي ميرسي عليه نوردو ديما متالق كي عاد تصلي على النبي ديجا بنتي تحبو على الاخر هذاك علاش جيت اليوم محلي انت عايشك والله ربي ما عادش تتعاود انا نضمن لك اني عاودها غدوه يجوا اكثر منك انا متاكد منها الف بالساعه يعني رغم البروبليم نتاع الصون عدى سهريت علاش يا ودي صوته ما شاء الله وتحومتنا ما شاء الله احلى احلى نردو خويا واحلى كرم واحلى سلامبو محلي على الاخر امانة جو على الاخر وان شاء الله تتعاود جست معناها حفلها كالعاده كما كنا متوقعين معناها غنى غنيته كل بهين جست الصوت شويه من الاول ومن بعد في الاخر حسنها بالقد برشا والله برشا تبع في نوردو نتبع في نوردو ونستنى في سهريته بالذمه باش عيطت جماعتي الكل جينا نتفرجوا فيه حكمت عليهم باش يجيو نوردو الكل هما يحبوه زاده وانت تحب انا نحبو برشا وتقول له نوردو قولوا نحبوك وان شاء الله ربي يوفقك ومحليك وقداشك مذخم وقداشك متربي وكهو احلى سهريه على الزيت شنو تقول نوردو واصل وان شاء الله ديما قدام لو كان يعاود نوردو يجي كارتاج تجي اكيد 100 دينار سهريه ان شاء الله جي 100 دينار نوردو صلي على النبي صاحبي ان شاء الله ربي يوفقه صلي على النبي عليه يستاهل كل خير وذا بعد تعب برشا تعب جاي وان شاء الله ربي يوفقه وربي ان شاء الله نشوفه طاير في السماء هكاك حتى نوردو برشا قلبي يوقف والله قلبي يوقف يا نوردو ريت حبك والله نحبك برشا يا نوردو يجينا القليب يا نوردو نحبك برشا يعطيك الصحة شنو رايك اليوم في سهرة نوردو؟ تفتق عملنا برشا جو وشخنا وشتحنا وغنينا وتمتعنا بصراحة ولا هيك تسمع في صوتي لي محليها على الاخر وولد حومتنا ونحبوه وان شاء الله ديما القديم يا ربي وحفلة طيارة على الاخر والله عملنا جو الناس الكل معناها اليوم نوردو لو كان يعاود يرجع الكارتاج تعاود بيان سيغ يعاود دوبل وتريبل يا عبيب ب 100 دينار تيكي ما يقلقش مليون على الفلوس نجيو نورمال ولد حومتنا رغم الأزمة هذه جي نورمال عادي مليون اي نشجعوه بالطبيعة كي ما نشجعوش ولاد بلادنا شكون نشجعو برافو مقلقش ميرسي عسلامة شنو رايك اليوم في سهرة نوردو؟ سهرة حلوة برشا عجبتك اليوم؟ اي عجبتني شنو تقول نوردو؟ نقولو بالتوفيق ونجاح وبون كوراج خاطر سهرة حلوة برشا نوردو لو كان اليوم يعاود يرجع كارتاج مرة أخرى اي بيان سور نعاود نجي سهرة ب 100,000 اي نورمال نجيو ما تقلقش 100,000 ما تقلقش نو رغم الأزمة اللي نحن فيها لي رغم الازمه اللي نحن وتجيب 100 نجيو هاك ترا تبارك الله معبي كومبلي الناس الكل فرحانه عامله جو الجوليه فرحانة بيه نوردو ويد حومتي نعرف شنو تقول له نوردو بعد ساري قول له بعد ساري عندك صح تحبو انت اي خزر نوردو نوردو في الكيس 5 ديسمبر بحضنا عندهم مسلسل بتاعه فوندو مع النظار يسيبو قبره ضم نعرفه قل له كلمه نوردو مزوريه نوردو عندك ساحه زيد سهريه باهيه 200 دينار تسمع. والله العظيم نجيو والله ما يغلى حتى شيء على نوردو والله ديجا هاكم شفتوا انتم الشو اللي عملوه والله كلمه نوردو نوردو نحبوك برشا والله نحبوك ميرسي يعيشك شنو رايك اليوم في سهره نوردو نوردو اليوم والله نوردو لو كان ما استدعاش الزملاء باش يغنيوا معاه كانت تكون الحفله انجح والعرض الفني خاصه في مهرجان كارتاج وقيمته الفنيه يلزم لابد من مخرج باش ينظم العرض وما تقعش اللي وقع من اخطاء تقنيه لما حال خارج عن نطاق اخطاء نظاميه وما شكون قال اللي هي سابوتاج اليوم
الحكايه نتاع الصون؟ هل تنسبها لحكايه سبوت؟ ما نتصورش الحكايه نتاع الصون، لانها الاخطاء الفنيه توقع ما تتجاوز، نجموا نتجاوزوها ونتفهموها. اما الاخطاء النظاميه نتاع كي يجي واحد باش يشرفوه معناها في كارتاج باش يغني ونحن نحبوا الاشقاء الجزائريه ولا المغاربه، مش معناها باش يغني غنيه يولي طالب غنيه اخرى ومزيد معناها من الاغاني، وذا كله لابد من يتنظم فنيا في اطار الحفل اللي يلزمه مخرج ومدير فني للحفل. هذا كارتاج يوم اقنع نردو، اقنع نردو كان جا وحده، الاضافات اللي قدموه الزملاء ما كانش في مستوى الحقيقه. شنو تقول نردو بعد سريت؟ نردو طاقه صوتيه، حضور فني، يتحرك ياسر على المسرح تبارك الله عليه، خاصه بالكوريغرافيا والوليدات اللي معاه، يغني وحده. باهي نردو يغني وحده، يشرفنا كتوانسه.